اعتمد السيد محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2021-2022، وخلال مؤتمر صحفي عقد بأكاديمية الشرطة تم الإعلان عن الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد. جدير بالإشارة هنا أن النسبة المئوية أو تقديرات النجاح ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة في القبول بالأكاديمية، ولكنها أحد المعايير لتقييم الطالب للالتحاق بالكلية. المقبولون بكلية الشرطة ما بين حاصلين على ثانوية عامة وخريجي كليات الحقوق ذكور وإناث وخريجي الجامعات المختلفة وفقا لاحتياجات وزارة الداخلية، قد خضعوا لاختبارات بدنية وعلمية تؤهلهم للالتحاق بكلية الشرطة. بالنسبة للاختبارات المؤهلة للقبول، خضع المتقدمون للعديد من الاختبارات للتحقق من توافر الشروط اللازمة لتولي أعباء الوظيفة الشرطية. تم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد نتائجها، حيث يقوم الحاسب الآلي ترتيب الطلاب وفقا للأعلى في درجات الاختبار، ويتم قبول العدد المستهدف منهم بصورة آلية دون تدخل أي عنصر بشري. وللعام الثاني على التوالي تحرص وزارة الداخلية على الإعلان عن نتيجة القبول بكلية الشرطة في مؤتمر صحفي ليعرف الجميع وبكل وضوح ضوابط ومعايير القبول التي تتم بكل حيادية وموضوعية لاختيار الأفضل للالتحاق بهذا الصرح الأمني المتميز. إجمالي المستهدف للقبول بالكلية 2450 طالب. إجمالي المتقدمين لكلية الشرطة العام الدراسي 2021-2022 وفقا للمؤهل الدراسي 62554 طالب، منهم الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو الحاصلون على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث، والحاصلات على شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية إناث، والحاصلون على المؤهلات الجامعية ذكور وإناث. قدم لكشف الهيئة عدد 12669 المستهدف منهم 2450. بالنسبة للتوزيع الجغرافي للمتقدمين، أشار إن إجمالي عدد المتقدمين يمثل كافة محافظات الجمهورية جغرافيا. وخلال المؤتمر الصحفي تم عرض فيلم تسجيلي عن مراحل التقدم والقبول وكيفية إعداد الطلاب داخل كلية الشرطة ليصبحوا مؤهلين لحمل مشعل الأمن والأمان.